خوسي وخوان مواطنان إسبانيان يعملان في ورش البناء منذ 4 أشهر بمدينة طنجة. واقع الأزمة وانعدام فرص الشغل بالجارة الإسبانية جعلهما يغادران إسبانيا في اتجاه المغرب. وقد استطاع الاندماج بمدينة البوغاس حيث تحقق السبيل بالنسبة إليهما في حصول على العمل والتكيف مع الوضع الاجتماعي بالمدينة. اضطررنا مغادرة إسبانيا إثر الوضعية الصعبة حيث كنا في حاجة للعمل وهنا بمدينة طنجة. ظروف الاشتغال تبدو جيدة حيث استطعنا الاندماج بسرعة كما أن الوضع المعيشي بالمدينة متميز. Bien, la gente muy amable con nosotros. La comida le tienes que acostumbrar un poco al principio, pero bien, la verdad que el nivel de vida está bien. Bueno, pues llevamos aquí 6 meses trabajando en Marruecos. منذ 6 أشهر وأنا أشتغل بالمغرب. في البداية كان الأمر صعبا لكن تدريجيا تمكنا من الاندماج ونحن سعداء جدا بالحصول على العمل. فمنذ سنوات قطاع البناء بإسبانيا بدأ في التراجع وما دفعنا للبحث عن فرص الاشتغال فكانت الوجهة المغرب. Quedamos de acuerdo con la oferta que nos hicieron y María Sastre, مواطنة إسبانية متخصصة في الهندسة التقنية. غادرت إسبانيا في اتجاه المغرب منذ بداية هذه السنة وفي مدينة طنجة استطاعت العمل مع شركة دولية متخصصة في البناء وهي تعمل كمسؤولة ضمن الفريق التقني بالمشروع. نعمل في هذا الورش من أجل بناء فندق من 5 نجوم وآخر من 4 نجوم مع بناء مركز تجاري. ولأول مرة أشتغل في المغرب. أعتقد أنها تجربة جيدة وأنا سعيدة للاشتغال مع العمال والأطر المغربية. تداعية الأزمة في إسبانيا جعلت العديد من المهاجرين الإسبان يلجأون إلى المغرب. أغلب المهاجرين في طنجة اتجهوا إلى قطاع البناء والنسيج والخدمات فالمدينة تتوفر على مؤهلات اقتصادية واعدة.